انضم الينا مباشره من اربيل الخبير التربوي احمد كرمياني. سيد كرمياني اهلا بك، شكرا لقبول الدعوه. اولا، ماذا يعني ان تحدد وزاره التربيه موعد اجراء الامتحانات قبل 4 أيام فقط من موعدها، يعني بحسب الطلاب والمعلومات المتوفره، ماذا يعني هذا؟ تحيه طيبه ونتمنى الصحه للجميع. وزارة التربية في الحكومة الفيدرالية في العراق حتما لها مخاوفها وقلقة من الإصابات، ولذلك أصدرت قرارا متسرعا بإجراء الامتحانات الفصل الأول أو النصف السنة في 20 من آذار، أي السبت المقبل، وأدى هذا إلى تصعيد وظهور الاحتجاجات من قبل النقابين والمعلمين والطلاب لعدم توفير مدة كافية لمراجعة وتحضير الطلاب أنفسهم لإجراء الامتحانات، وهذا ما أدى إلى صعوبة الموقف للطلاب والمعلمين وعدم استعداد المدارس، وهذا حتما خارج التقويم الدراسي لعام 2020-21. نعم، بحسب قانون الامتحانات لسنة 87 النافذ يلزم وزارة التربية بتحديد موعد الامتحانات بمدة لا تقل عن 14 يوما، يعني مخالفة صريحة للقانون إذا كانوا يستندون إلى هذه الفقرة القانونية، ليس كذلك؟ هي مخالفة القانون، هي حتى بداية إذا لماذا تصر وزارة التربية على إجراء الامتحانات؟ حتى يعني اليوم المتحدث قبل قليل هنالك أنباء تتحدث أن المتحدث باسم التربية يقول أنه يجب أن تجرى الامتحانات، لماذا الإصرار وهم يخالفون القانون؟ وزارة التربية تحاول تمرين العام الدراسي الحالي كما مرت العام الدراسي في العام الماضي. طيب، هي تعمل على تمرير الامتحانات وتمرير المخوفة من الإصابات، ولكن هذا يضر بالمستوى التعليمي في العراق. الطالب في الابتدائية والثانوية لم يرى المدرسة أكثر من 10 طيب. أيام، لأنه في أسبوع يوم واحد هناك دوام وهناك غيابات كثيرة، والتعلم عن البعد أو التعليم المدمج لم يقبل نجاحا ولم يقبل تشجيعا من الطلاب والمعلمين. واضح. لأسباب الفنية الموجودة في العراق من عدم توفير الكهرباء والإنترنت وكذلك المواضيع المالية المترتبة من هذه الدراسة. بأقل من دقيقة، هذه قرارات وزارة التربية الاتحادية لا تسري على إقليم كردستان، لكن المشكلة موجودة في إقليم كردستان أيضا، إذا ما حلول وزارة التربية في إقليم كردستان برأيك؟ إقليم كردستان تختلف، هذه قرارات وزارة التربية العراق لا تسري على وزارة إقليم كردستان، لكن في إقليم كردستان لا توجد مشاكل موعد الامتحانات، يوجد الاحتجاجات اليوم في سليمانية من أجل تقليل المواد، المناهج الداخلة في الصف الثاني عشر الإعدادي في جميع فروعها، أي أن الاحتجاجات اليوم في سليمانية يختلف عنها في ذي قار والكربلاء، في ذي قار والكربلاء على موعد الامتحانات، ولكن في سليمانية على المنهج، الطلاب في السليمانية والأهل. هل ستقدم وزارة التربية مساعدات لطلبة الإقليم؟ المواد الداخلة في الامتحانات. نعم، وزارة التربية بعلمنا وبعلم اتحاد معلمي كردستان ولجنة التربية في برلمان شكلت لجنة لدراسة تقليل المناهج. نعم، شكرا جزيلا الخبير التربوي أحمد كرمياني، كنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا جزيلا لك سيدي.